وينضم إلينا الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين. أستاذ ناصر، يعني تحدثنا عن الأوضاع الداخلية الآن في قطاع غزة وفي مختلف وفي أنحاء يعني الأراضي المحتلة كلها، كيف يعمل أولا الصحفيون ويصلون أو يوصلون رسالتهم الإعلامية إلى الخارج لكي يرى العالم ما يحدث في قطاع غزة من منظور فلسطيني؟ أولا الصحفيين الفلسطينيون لا زالوا يعملوا تحت النار وتحت القصف الاحتلالي المجرم الذي يواصل استهدافه لكل المواطنين الفلسطينيين الأبرياء الصامدين الثابتين في أرض وطنهم، ومنهم الصحفيين الفلسطينيين. اليوم ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا بقصف الاحتلال الهمجي إلى أكثر من 16 صحفيا حتى الآن، منهم من قصف داخل مكتبه أو أثناء عمله في مكتبه أو أهلين يا هلا. أهلا بيك. الله يخليك. نعم يا أستاذ ناصر. أستاذ ناصر أبو بكر. نعم. هل تسمعني؟ 100%. أستاذ ناصر أبو بكر، نحن نقدر ويعني نثمن ظروف العمل التي تعملون يعني فيها في فلسطين، ويعني لا ندري ماذا نقول، هذا يعني حال أو هذا قدر الصحفيين الذين يعملون دائما في المناطق الساخنة. تحدثت عن 16 شهيدا حتى الآن من بين الصحفيين الفلسطينيين، يعني الإعلام في غاية الأهمية، أن تصل رسالة الفلسطينيين للعالم وأن يرى العالم المجازر الفلسطينية ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كيف توصلون رسالتكم إلى العالم أجمع؟ سنعاود الاتصال بالسيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ويعني كل الرحمة، ويعني نحسبهم عند الله من الشهداء الصحفيون الذين ارتقوا في هذه الأحداث الدامية، معهم الله، يعني ربنا ينصرهم هناك.